تعد قوة الهمة والإرادة الركائز الأساسية للوصول إلى النجاح. يستطيع الفرد من خلال قوة العزيمة أن يحقق أهدافه ويصل إلى ما يريد من النجاح والتفوق. والحمد لله الآن إحنا عندنا منتخب كويتي مشارك في بطولة فزاع الدولية للبوشة، وهذا معناه أن إحنا قهرنا الصعوبات وبدأنا نشارك باسم دولة الكويت في هذه البطولة. وأيضا إحنا راح يكون لنا أيضا زيارات للدول العربية اللي حققت نتائج جدا رائعة في بطولة طوكيو والبطولات السابقة بعد. وما كان في عندنا بالنا شيء يعني غير ان احنا تكون مشاركة، ولكن لان كانت مشاركتنا فيها نوع من اقدر اقول لك تحدي واصرار على تحقيق النتيجة. واحنا كنا في دبي فوجئنا بالاتحاد الدولي يقول انتوا نبيكم تشاركون في البطولة العالمية اللي راح تكون في اسبانيا بعد شهر. احنا كانت مفاجأة لنا ان تينا الدعوة من الاتحاد، فسألوني ايش رايك؟ قلت اعتبرني موافق مبدئيا لحد ما اشوف شنو الظروف. بلحظتها ارسلوا لي الايميل على اللجنة وهذه دعوة رسمية للمشاركة في بطولة اسبانيا. التردد مو لشيء، التردد ان احنا نشوف مدى ملائمة السلطات الكويتية في ذاك الوقت خوفها على مواطنينها أن تسمح لنا نروح في دولة كانت العلامات الحمراء في إصابة كورونا فيها كبيرة، بل عزلت أقاليم كثيرة في أسبانيا مثل إقليم برشلونة وغيره. وهذا فالحمد لله عرفنا أن احنا كنا في جنوب أسبانيا راح تستضاف البطولة، إضافة أن السلطات المحلية هناك إذنوا بالكويت إذنوا لنا بأن إحنا نتحرك. ويمكن إذا تذكرون كنا في شهر رمضان كان ممنوع الخروج الحظر اللي كان في دولة الكويت، فكنا نستذبح علشان أن نطلع تصريح حق اللاعبين والمدربين يكون، خاصة أن إحنا ما عندنا مدربين، إحنا استعنا بالاتحاد الكويتي للريشة بمدرب ومدربة يساعدوننا على التدريبات اللاعبين لتجهيزهم لاسبانيا. فطبعا كانت في البدايه الاولى على ما تنتظر الكتاب ويصدر من وزاره الداخليه كنا نروح برمضان من بعد الساعه بعد صلاه الظهر نقعد نتدرب للساعه 4 وبعدين نطلع علشان نوصل البيت قبل لا يبدا الحظر اللي في الدوله وقبل حتى موعد الفطور. لما صدر القرار بالتصريح ان احنا نداوم في النادي ونروح نتدرب كنا نروح طبعا نادي الكويت الرياضي المعاقل لان ملعبنا هناك. قوة الإرادة والهمة هي أساس التفوق وتعزيز الثقة بالنفس عند اللاعب، تجعله يتحرك بخطى ثابتة نحو النجاح والإبداع، وتعطي دفعة إيجابية لبذل المزيد. فكنا نروح نتدرب بعد الفطور على طول نتوجه إلى نادي المعاقين. تخيلوا يعني شلون الظروف كانت صعبة على اللاعبين يطلعوا وكل الأمور. فوق هذا إن كانت البطولة في أواخر شهر رمضان، يعني أنا يعني مش أقول لك التضحية الكبيرة اللي صارت من اللاعبين الفريق الفني، وأنا تشرفت إني أكون معاهم. إنك تضحي بالعشر الأواخر وقت العبادة وكل هالأمور وتسافر دولة يعني ما فيها مظاهر الإسلامية ولا فيها الأمور هذه كلها، فوق هذا إنك تقضي أيام العيد أيضا أنت بعيد عن أسرتك عن أهلي، فتحس انه شيء نفسيا. لكن احنا راعينا الامور النفسيه هذه اللاعبين اللي شاركنا فيها في اسبانيا وشجعناهم واعطيناهم كل الامكانات اللي تغيرهم من المود اللي هو ان انا بعيد عن بيتي وعيالي واهلي واسرتي وكل هالامور. طبعا
لم يكتفي هذا الوضع، يعني ان احنا من كثر حماس اللاعبين والله وفقنا ان نبث فيهم هذه الروح، انه مجرد انه وصلوا للكويت بعد يومين راحوا اللاعبين من نفسهم يستمرون بتدريباتهم دون ما يطلب منهم اي احد، راحوا واستمروا وقاعدين يتدربون وحاطين بالرسمه اللي بالهم اسماء اللاعبين العالميين اللي هم شافوهم هناك شلون طريقه لعبهم، قاعد يحاولون يوصلون للمستوى هذا. واحنا ان شاء الله قبل بطوله غرب اسيا انا بحاول اني اخذ اللاعبين اوديهم معسكر في جمهوريه مصر العربيه، جمهوريه مصر العربيه فيها لاعبين موهوبين في لعبه الريشه الطايره، فبنسوي لهم معسكر على الاقل اسبوعين يكون الاحتكاك في الفترتين الصباحيه والمسائيه متفرغين تفرغ كامل، قبل طبعا لا يرجعون للكويت بيومين او ثلاثه عشان يتوجهون الى بطوله غرب اسيا ونتامل ان شاء الله حصول على ميداليات فيها. مشاركاتنا مثل ما قلت لكم لان احنا بدايتنا بدايه جديده كنادي وكذلك رياضه الريشه، هذا معناه ان احنا قاعدين نواكب ونشوف ونتعلم ونكسب الخبرات الرياضيه، لان انا لما كنت رياضي ما كانت هذه الامور مثل اللي احنا قاعد نشوفها، انا كنت رياضي في الثمانينات فاحنا نتكلم عن اكثر من 35 سنة. قوة الإرادة والهمة هي أساس التفوق وتعزيز الثقة بالنفس عند اللاعب، تجعله يتحرك بخطى ثابتة نحو النجاح والإبداع، وتعطي دفعة إيجابية لبذل المزيد. سنة من تركت أنا الرياضة فقاعد أشوف الفرق الكبير اللي قاعد يصير ما بين رياضة المعاقين سابقاً ورياضة المعاقين حالياً، حتى شكل الكراسي المتحركة تغيرت، شكل الألعاب، الألعاب الجديدة هذه ظهرت مثل الريشة ترى في أواخر يعني نقول 2010 ظهرت، هذه يعني معناها اللعبة جديدة فلها كراسيها لها إمكاناتها. إحنا يعني فتحنا المجال لجميع اللاعبين كل الألعاب، نقول لهم تعالوا اطلعوا على نادي وربة، يا جماعة تعالوا، مو شرط أنك تكون رياضي، ممكن تكون عندك مواهب أخرى فنية، مواهب اجتماعية تحبها، سوينا دوانية بالإمكانات اللي احنا نقدر نسوي دوانية عشان نجمع الناس فيها، حطينا فيها جميع وسائل التربية، حتى أذكر يوم ما انشأنا الدوانية وبدينا نعدلها كنا متزامنين مع بطولة أوروبا، بطولة كأس أوروبا في كرة القدم، فقلنا لهم ليش تروحون بيوتكم، احنا راح نسوي لكم اشتراك مع القناة المسؤولة عن النقل وتشوفونها عندنا هنا بالنادي. كذلك احنا شجعناهم اشياء تفاعلية نسوي معهم، نسوينا مسابقات توزع فيها جوائز مالية اللي يتوقع نتيجة المباراة، بس بشرط انت تشوف المباراة داخل النادي وتقرر تقول كم نتيجتها ونعطيكم الجائزة، وانا حتى عش منهم جائزة حلوة في نهائي كأس صاحب السمو أمير البلاد. عدت نواحي ناقشنا حتى وضعنا بيد أحد المكاتب الهندسية فكرة إن إنشاء النادي سهل حتى لو كان متعدد الأدوار خاصة في المناطق القريبة، وإحنا صرنا الآن قراب جدا من مناطق عديدة بالكويت بعز يعني الطرق الجديدة اللي الآن موجودة.